نعم بعدين. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. نعم، لذا أعظم فتنة تعصف بالرجال النساء. طبعا هناك فتنة عامة، لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي إيش؟ المال. المال فتنة أمتي، المال، صغار كبار رجال نساء ذكور إناث، عمره 70 سنة وبفكر في المصاري لسه. شو بتفكر؟ ما نشتري لنا قطعة أرض نبني، شو ظل شيء قطعة أرض. النسوان طول النهار نسوي جمعيات ونحوش ونجوز هالأولاد، نجوز ندرسهم، ما فيش حياة، بده يدرس يروح يشتغل له شوية، عطل لك سنة يا أخي، اشتغل حوش مصاري وادرس. يا سلام، ضيعت سنة. شو تفكر بس تتخرج راح تتوظف؟ ما هي مرميين. هنو المشتغل بشهادة توريني. فبالتالي النقطة الأساسية في الموضوع إنه الفتنة العامة المال، لكن على الرجال النساء. عشان هيك احذر انك تدخل مكان فيه نسوان. دخلت جامعة، اول اشي بدك تدخل صايم. انا بقول لك تدخل ايش يا شيخ؟ كيف ما تدخلش؟ والله اهلي بموتوني من القتل. لا عاد ادخل صايم، صوم يوم في الاسبوع. والله يا شيخ لسه في نفسي بشيء. يومين لسه يا شيخ؟ والله شباب. 3 ايام صوم يوما وافطر يوما، وتروح جعان على الجامعة، ميت من الجوعة. ماشي هيك؟ مش قال والله نفسي كاسة مي. فيش تشرب مي؟ لا مي ولا اكل ولا شرب في الجامعة، بدك تقضيها جعان. مش توفيرا تحفظ نفسك من فتنة النساء. والحمد لله انه في شريعة في الجامعة. حقيقة الشريعة في الأردن الحمد لله شيئا ما، شو شيئا ما، على الغالب منضبط. وأنا لفيت على الجامعات الأردنية أكثر من جامعة أدخلها، الحمد لله قسم الشريعة منضبط شيء 80% إذا مش أكثر. حاطين البنات في ورا، الشباب قد أول بنات على الجهة وذول الجهة، وبس يطلعوا لا شباب بيلتقوا في بنات. أما كلية الآداب وتعلم قلة الأدب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نريد أطباء، والشروط الثلاثة التي نذكرها: الإحصان، العلم، الدعوة إلى الله. الإحصان إما بزوجة أو بكثرة الصيام. 2، العلم الشرعي المستمر، تطلب العلم، لأنه حتى في الطب في ناس بيثير شبهات لا يفقه شيئا في دين الله. طب أنت طبيب جاي تدرسنا مادة أحياء، جاي تدرسنا تشريح، جاي تشرح ديننا، أستغفر الله العظيم، لا تصلح أن تتكلم عن الدين. شبهات يلقوها على الطلاب من عقله الجاهل هذا الطبيب. فواحد إحصان، 2 علم، 3 دعوة إلى الله بما تستطيع. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فهذا من باب الحاجات، دخول أماكن المنكر للحاجة مع الإصلاح. نعم، فإذا بهذا نكون إن شاء الله تنبهنا. يا أخي بدك تشتري دواء، تدخل على صيدلية فيها بنت، حاول أدخل على صيدلية فيها رجل. وفي صيدليات معروفة بدأوا مش فيها إلا رجل، أو بعد الأربعة فيش إلا رجال. إذا اضطريت الله يعينك، غض بصرك واختصر الكلام. ولا لأنه بعض الصيدليات القوية
ما فيها رجل، فيها نساء، أو في فترة معينة فيش فيها إلا نساء. المهم ابتعد عن أي مكان فيه اختلاط في بنات. نعم.